صباح الخير عليكم جميعا. والله غندير نصيحة لله والإخواني الناس اللي خدامين وموظفين جميع القطاعات، لا بريساتير لجميع القطاعات، في لاسيغونس، في لابونك، مستخدمين عاديين الكل. عافاكم، فكروا في الظروف اللي عايشينها، الظروف صعيبة، ارتفاع الأسعار، الحروب، وغد زاد الظروف تصعب أكثر وأكثر. راه السالير راه ما كافيش، راه ما غيكفيكش حتى الماكلة، حتى المعيشة ديالك العادية اليومية. أنا بحالكم، أنا موظف لمدة 12 عام وأكثر، ولا زلت الآن موظف، لكن أنا اختاريت الطريق ديال المليونير. كيفاش نغير نفسي؟ كيفاش نغير نفسي وندخل أموال في ظرف 5 سنوات؟ عافاكم، ما تفكروش في الربح السريع في ديال شهر أو شهرين، شحال خلينا ندخل في هذا الشهر باش تعاونك في الشهر، ولا لا، خدم على مشروع قوي، مشروع اللي فيه سنة، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات. شوف الأموال اللي غتدخلها من التليفون ديالك اللي ما تقدرش تدخلها أي واحد في المشروع اللي غيعطيه النهار كله ويحط راس مال كبير أكثر من 100 ألف درهم. هذوك مشاريع كبار ومع ذلك معرضين للريسك، للأخطار، ربما ينجح ما ينجحش، والمجهود. لكن أنا أنصحك وتنصحك أختي أنك مشروع اللي درت أنايا وثقت فيه والحمد لله سنه وانا خدام فيه، ودخلت، ما نكذبش عليكم، دخلت في ظرف 6 اشهر فقط 1500 يورو، مليون ونص في ظرف 6 اشهر فقط، والحمد لله الحمد لله خدام عليه هذا المشروع. غتسائلوا اشنو هو النوع ديال المشروع؟ مشروع ما يتطلب لا كفاءه ولا خبره ولا اي شيء، فقط تطلب تليفون وكونيكسيون سمارت فون. لهذا غنخدموا عن طريق الاشهارات، الاشهارات اللي غتنزلها الفيسبوك ما غتنزلهاش في فابور. دوك الاشهارات اللي تشوفوا في الفيسبوك وفي اليوتيوب ما غتبقاوش نتوما كليان غير تشوفوا الاشهارات فقط، بل الشركه ديالنا الادكاش هي الوسيط، غتولي تشوفوا دوك الاشهارات بمقابل مادي لكن بارباح اكثر سنويه، فيها اموال كبيره. ما نقولش لكم ارقام حتى نشرح لكم الفكره كي دايره. فكروا، وما نقولش لكم انا كتخرجوا من الخدمه، بقاو خدامين في نفس البوز ديالكم، لكن زيدوا واحد البيزنس سميتو بيزنس الاحلام او لا بيزنس بارتنر، بارتنر بيزنس بارتنر، شريك مشروع، باش انه في هذا الوقت حنا اللي عايشينه دابا، في ظرف سنه غتدخل اموال، في ظرف سنتين غتضاعف لك الاموال، في ظرف 3 اسابيع غتضاعف لك الاموال، لدرجه انها غتوصل 5 سنوات غتلقى راسك وصلتي من، ما نقولش من، لحقاش غادي توصل شي حوايج اللي زوينه بزاف وغيكون تاثيرها ايجابي عليك وعلى حياتك وعلى وليداتك وعلى الاسره ديالك. فكروا في الامر عافاكم، واللي بغى يتاكد يدخل لاشين ديالي، راه عندي مشروع واحد اللي تنهضر عليه انطلاق من سنه وانا تنهضر عليه، فقط للتوعيه والتحفيز. يعني انكم الله يرضي عليكم، ديك القضيه ديال النصب والاحتيال خليناها صحاب الناس اللي غيربحوا الارباح السريعه، وخلينا صحاب الناس اللي وبالزوين هذا المشروع ممكن انك تخدم مع الناس ودير تسويق، ممكن ما تدخل حتى شي واحد، تخدم راسك بح فقط فقط، يعني عندك امكانيه انك ارى استثمار وفي ارباح، يعني ماشي ضروري انك نجيب ناس ولا ماشي من الضروريات. وهذا هو اللي زوين في هذا المشروع، وانه فقط خدمات، خدمات تتخدم على الخدمات ديال التليفون ديالك. فكروا في الامر عافاكم، وراه هادشي خير ليكم نتوما والاسره ديالكم. وشوف يكون عندك شويه نظره بعيده، سنه، سنتين، 3 5 سنوات، كيفاش غتشوف حياتك؟ لحقاش الظروف راه لا تبشر بالخير. السلام عليكم وصباحكم بروق.